بتعرف ولا مرة سألتك بس كنت مشترك بسوبر ستار يعني تقريبا هاي مش 15 سنة إذا معلك كنت تحضرك يعني كنت تحضرك مشترك أنت طبعا خب يعني هيك هيك بعد ما تعرفت على بعض حضرني وبعد السوبر ستار انطلبت على عيد ميلادها من عيد ميلادها انطلبت على إني غني كمطرب يعني ورجعوا اجوا على لبنان وتعرفت على خيا وعلى امه وهيك صار في مثل يعني استمرت العلاقه يعني طب عسيت سوبر ستار خلينا نشوف فيديو صغير انا وياك هيك من سوبر ستار يلا هذا كان إلا كان إلا موال أولا إيه لا موال صح إلا موال مثل عندك بحريات مغنيها أنا بالهم مغني الموال بس أنتوا حاطين الغنية بس طب شو رأيك نسمعه لايف عمالك ترجع تغنيها غنيها أنت لا أنا الله أنا سمع. أنت يلا. شو بتغنيها مع الموال يلا مغنيها رمشت عينك تهوينا ترمسها وتهوينا نظرة حلوة من عيونك بتبل القلب وتروينا كيف مرضيت بجيرتنا شو نساك يا عشيرتنا بعلمي رضيت بجيرتنا وخاويناك وخاويتينا تشتاق تكوني عنا وين ما تروح ما تلاقي أوفى منا كيف ما تسوحي تشتاق تكوني عنا عنا زهور بتتمنى تطل عليك يا
علمي رضيت بشيرتنا وخويناكي وخويتي علمي رضيت بشيرتنا وخويناكي وخويتي علمي رضيت بشيرتنا وخويناكي وخويتي علمي رضيت